اليوم في الدورة 17 لمكتبة الأسرة مهرجان القراءة للجميع، ورسالتنا واضحة بأننا نطلق هذه المكتبة ونطلق هذا المهرجان من أم الرصاص. نوعية كتب جميلة تعزز بهذه الفترة الأمل، تشجع الأطفال على التفكير، وأيضا يعني في بعض الكتب فيها بعد روحي وبعد أخلاقي وبعد قيمي وبعد رؤيوي، ليشكل كل قارئ رؤيته الشخصية ورؤيته من هذا الوطن الكبير، بالإضافة للتأكيد على أهمية السردية الوطنية الأردنية. هذا المهرجان يستهدف جميع الفئات العمرية، وهذا هي يعني كانت هدف لنا أنه يتم استهداف جميع الفئات العمرية، للمدارس، للأطفال، للشهادات العليا، والحمد لله في إقبال الحمد لله اليوم تمام. الإعلام دور أساسي في ترويج أي مشروع جديد وانطلاقته، ولإطلاع الناس على بديهيات هذا المشروع وعلى أهم الكتب الموجودة في مهرجان القراءة، والترويج وتشجيع الناس لحضور هذا المهرجان، وذلك لأنه يعطي الكتاب للأطفال وللكبار بأسعار رمزية تساهم وتساعد على التشجيع على القراءة والمطالعة ولتنشئة جيل مطالع وقارئ. صراحة يعني كفكرة ممتازة، يعني فكرة مكتبة الأسرة يعني بالنسبة لنا كقضاء من الرصاص أول مرة تحصل، فيعني صراحة طلعنا على بعض الكتب متنوعة بها من كافة إيش يعني أشياء تاريخية، أشياء ثقافية، أشياء يعني إيش ممتازة. هناك العديد من الكتب، هاي الكتب أنا اطلعت عليها تراعي جميع الأعمار، تراعي جميع الميول، يعني إذا اتجهنا للجانب التاريخي، للجانب الاجتماعي، للجانب العلمي. أنا المهرجان مبهج ومفرح للجميع، الدليل حضور الناس، حضورهم تفاعلهم، وأنا من الناس اللي أخذت كتب مشان نطلع ونقرأ. احنا كبلدية مستضيفة لمهرجان القراءة، وتم افتتاح مهرجان القراءة انطلاقا من بلدية أم الرصاص، وهذا الصراحة شرف لنا. ولما شفنا الإقبال من الناس على الكتب وكيف الكل حاب يشارك بالكتب، صار في عنا تطور انه نعمل مشروع مكتبة على خطتنا ل 2024 ان شاء الله. الخطة التنفيذ 2024 ان شاء الله رح يكون في دراسة لعمل مكتبة عامة لأبناء المناطق. اليوم تشرفنا بزيارة معالي وزيرة الثقافة هيفاء نجار، ونتوجه لها بجزيل الشكر، وهي حقيقة يعني دعمت وساهمت في رفع هذه المنظومة، منظومة القراءة للطفل ومنظومة القراءة للكبار.